اول سؤال، نعم يعني انت عارفه طبعا هسالك في ايه. اول سؤال، انت بنت الفنان جمال عبد الناصر ولا لا؟ نعم ام لا؟ العظيم ابدا. ايوه هقول لك على حاجه. ايوه يعني انا كدبت طبعا الموضوع ده كتير، وهو نزل في اخبار كتير جدا، وتعرفوا على ابنه الفنان جمال عبد الناصر. استاذ جمال عبد الناصر حبيبي وانا بموت فيه، وبحب مدام فاطمه الكاشف مراته جدا. بس انا مش بنته، انا يعني انا بابا. انت والدك دكتور بابا دكتور، صح؟ دكتور بشري، دكتور باطنه، وملوش اي علاقه بالوسط خالص. بس للاسف لقيت فجاه الناس مصرين، ان مصرين هم، مش يعني مش بيقولوا بس، لا دول مصرين. إن أنا ايوه انا عايز اقول لك، انا لما اصحابي عرفوا ان انت ان شاء الله طالعه معايا في حلقه النهارده، هي طب اساليها كده، هي بنته؟ هي انا يعني لدرجه ان انا شرف شكيت. والله انا شكيت هي بنته ولا مش بنته. طب انا قلت ايه يا جماعه، انا هسالها اول سؤال عشان الناس كلها بقى تعرف. يعني هي استاذ جمال عبد الناصر عنده ولدين، ما عندوش بنات. هو اصلا عنده ولدين ما شاء الله، ربنا يحميهم له يا رب. فانا يعني بابايا ملوش علاقه بالوسط خالص، بابايا دكتور وانا مش بنت. طيب ريحتي 90 مليون مصري خلاص. ايوه.